وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية في عملية التطوير الجارية لمرافق وطرق وكبار العاصمة وإضافة البعد الثقافي والمعرفي لتلك الأنشطة خاصة إنشاء المكتبات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الانشائية والمعمارية إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة وقد تم في هذا الإطار استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وذلك في إطار المخطط القومي الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية خاصة ما يتعلق بربط الطريق الدائري الأوسطي مع المحاور الرئيسية المختلفة لسيما طريق الأوتوستراد فضلا عن رفع كفاءة الطرق وزيادة المحاور المرورية بمنطقة هضبة المقطم وربط الهضبة بمحور ياس الرزق وذلك في إطار مخطط التحديث الشامل الجاري في منطقة المقطم كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق مستجدات تطوير قطاع الخدمات لعدد من المناطق في القاهرة لا سيما إنشاء الأسواق المركزية الحديثة في عدة مناطق وكذلك عملية التنسيق الحضري والحدائق المحيطة بموقع القلعة وتطوير مدخل العاصمة في الشرق بمنطقة شارع حسين كامل حيث سيشمل هذا التطوير توفير العديد من الخدمات والمناطق التجارية إلى جانب إقامة حدائق وكباري للمشاة وكذلك رفع كفاءات وجهات العمارة والمباني المطله على الشارع على نحو يليق ويتكامل مع التحديث والتطوير الشامل للقاهره الكبرى كما تم استعراض الموقف الانشائي والهندسي لعدد من المنشات بالعاصمه الاداريه الجديده خاصه الحي الدبلوماسي فضلا عن الاحياء السكنيه المختلفه بالعاصمه ومناطق الخدمات المخصصه لها وقد وجه السيد الرئيس بعدم الاكتفاء باقامه الانشطه التجاريه والخدميه في عمليه التطوير الجاريه لمرافق وطرق وكبار العاصمه واضافه البعد الثقافي والمعرفي لتلك الانشطه خاصه انشاء المكتبات